السلام عليكم دكتور، كيف حالك؟ أنا متابعينك في الفيسبوك. دكتور، أنا عندي أعراض لها تقريبا من شهر، ألم بأعلى العمود بأعلى الظهر مع الرقبة، والأعراض هي وخز في منطقة الرأس مع اليدين بشكل عشوائي، وتنميل خدران في اليدين عند الاستيقاظ من النوم. ويا دكتور ما اقدرش انام، يعني ما اقدر انام سواء على مخدة او بدون مخدة، اشعر بعدم ارتياح والم من خفيف الى متوسط في اعلى الظهر. ارجو من حضرتك افادتي يا دكتور، الله يحفظك. السلام عليكم أخي الكريم. أول شيء وضعية قبل النوم، بدك تعمل عملية كمادات مياه ساخنة على الرقبة لمدة ربع ساعة. بعد الكمادات الساخنة بدك توضع زيت من السمسم، أو إذا في موجود عندك الطحينية تأخذ الزيوت تاعته وتوضعها على الرقبة وتعمل عملية مساج لمدة 5 دقائق. بعد المساج بدك تعمل حركات تمارين للرقبة، للخلف، للجانبين، اليمين اليسار، حركات تكررها شوي شوي لعملية استرخاء عضلات الرقبة. وآخر مرحلة اللي هي بدك تعمل ال 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 الرول أو لفة الفوطة اللي بتكون ارتفاعها 5 سنتي، وتثبت فيها الرقبة وانت نايم. النوم ممكن يكون على الظهر، ممكن يكون على الجنب، بس يكون الرول هاد في جانب الأكتاف. وتأخذ بعض الأعشاب المهدئة، ممكن تأخذ اليانسون كاستين، قبل النوم كاسة، البابونج كاستين قبل النوم بساعة ساعتين كاسة مع نص ملعقة من العسل، ممكن تأخذ عشبة المليسة، ممكن تأخذ عشبة الأشواجندا أو كبسولات الأشواجندا. لازم تأخذ هذه الأعشاب ليتم استرخاء وانخفاض الكورتيزول. انخفاض الكورتيزول هذا هرمون الضغط النفسي والسترس، هيعمل على تشنجات في عضلات الرقبة بشدة، لأنه في هاي الحالة حيزيد الآلام وزيد الأعراض العصبية هذه اللي بتشعر فيها في الإيدين. فالراحة مع هذه الأعشاب وهذه الأمور العلاجية إن شاء الله حتخليك تشعر في راحة في فترة الصباح. من ناحية المكملات ضروري تأخذ المغنيسيوم، أفضل مغنيسيوم ممكن تأخذه مغنيسيوم ماليت أو مغنيسيوم جلايسينيت، هاد بتوجه للعضلات بعمل عملية استرخاء. إحنا بدنا نعمل عملية استرخاء قوي للعضلات عشان يتم عملية الشفاء.